السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. درسنا لهذا اليوم رياضيات الصف الثاني متوسط. راح نكمل حل تمارين تدرب وحل التمرينات علاقة الزوايا والمستقيمات صفحة 100 من المنهج الجديد. طبعا هنا أنا حليتها لكم بالكتاب وراح نحلها بصورة سريعة. استعمل المعطيات وعكس المبرهنات لتبين أن المستقيم L هو يوازي المستقيم M. طبعا هنا أنا منطيني المعطيات، هنا أنا منطيني هذا الشكل، قياس هذه الزاوية هو 35 درجة، وقياس هذه الزاوية مطنيها X مجهولة. هنا شنو يقول؟ يقول X يساوي 7A، يعني 7 في A، ومطيني قيمة A هي 5. هذه المعطيات. فهنا بالحل أول شيء نطلع قياس هذه الزاوية، نقول X يساوي 7A، X يساوي 7 ننزلها 7A، يعني 7 في A. زين الـ A مطيني قيمتها هي 5، فراح نقول 7 في 5، إذن X يساوي 35 درجة. إذن هذه قياسها 35 درجة، والX هي كذلك 35 درجة. إذا تلاحظون أنه هذه الزوايا هي زوايا متبادلة، زوايا متبادلة، الزاويتان داخليتان واقعتان على جهتين مختلفتين من القاطع. لاحظوا 35 من هذه الجهة من القاطع، والX اللي هي 35 كذلك من الجهة الأخرى. فهذه الزوايا هي زوايا متبادلة. إذن هذه الزاوية 35 وهذه الزاوية كذلك 35، ليش؟ لأن طبعا الزوايا المتبادلة متساوية بالقياس. فهنا نقول إذن المستقيم L هو يوازي المستقيم M بعكس مبرهنة الزوايا المتبادلة. صار واضح؟ طبعا أنا حليتها بصورة سريعة لأن أنا حل التمارين والأمثلة، فهذه اللي يطلب تمارين تدرب وحل التمرينات. زين هنا عندنا النقطة الثانية، منطيني هذه المعطيات، يقول قياس زاوية واحد يساوي قياس زاوية اثنين. طبعا هو هذا الشكل، قياس زاوية واحد يساوي قياس زاوية اثنين، هذا اكتب عليه معطى، معطى لان منطيني هو بالمعطيات. زين هسه ايش لاحظ في هذا الشكل؟ انه قياس زاوية اثنين تساوي قياس زاوية ثلاثة، ليش؟ لانها متقابلة بالرأس، والمتقابلة بالرأس متساوية بالقياس. فهنا نقول قياس زاوية اثنين تساوي قياس زاوية ثلاثة لانها متقابلة بالرأس. زين فهنا عندنا قياس زاوية واحد تساوي قياس زاوية اثنين، وقياس زاوية اثنين تساوي قياس زاوية ثلاثة. إذن قياس زاوية واحد تساوي قياس زاوية ثلاثة، واحد تساوي ثلاثة. شو أقول؟ إذا تساوت كميتان كمية واحدة فالكميتان متساويتان. هذا طبعا السبب تحفظونه. زين قياس زاوية واحد وقياس زاوية ثلاثة هي زاويتان متناظرتان، أحدهما خارجية والأخرى داخلية تقع على جهة واحدة من القاطع. فهنا أنا أقول قياس زاوية واحد هي تساوي قياس زاوية ثلاثة، ليش؟ لأنها متناظرة. إذن أقول المستقيم L هو يوازي المستقيم M بعكس مبرهنة الزوايا المتناظرة. زين نقطة ثلاثة، العفو نقطة ستة، هنا أنا يقول قياس زاوية X يساوي 30. طبعا هذا الشكل، مطيني هذه X ومطيني هذه قياسها 150 درجة. زين هنا نقول قياس زاوية X، هذه الزاوية هي 30 درجة، يعني هاي الزاوية هي 30 درجة. زين أنا هنا أنا رقمت الـ X هو زاوية واحد وهذه الزاوية زاوية اثنين، حتى هنا أنا أقدر أعبر عنها. زين قياس زاوية X هي 30 درجة، إذن قياس زاوية اثنين كذلك 30 درجة، ليش؟ لأنها متقابلة بالرأس. فهنا نقول قياس زاوية واحد يساوي قياس زاوية اثنين لأنها متقابلة بالرأس. طبعا ليش قلت هنا واحد وليش اثنين؟ حتى يعني اعرفها، هذه زاوية واحد وهذه زاوية اثنين. تقدرون انتم يعني باي طريقة من خلال الرموز تقدرون تعبرون عن هذه الزوايا. صار واضح؟ زين هسه وضحت انه قياس زاوية اكس تساوي هذه الزاوية، ليش؟ لانها متقابلة، اثنيناتهم 30 درجة. زين هسه شو تكون هنا عندي؟ تكون عندي زوايا داخلية متكاملة، زوايا داخلية متكاملة لازم يكون مجموعهم 180 درجة. فهنا نقول 150 زائد 30 درجة يساوي 180 درجة، إذن هذه الزوايا داخلية متكاملة. إذن ما دام هنا عندنا زوايا داخلية متكاملة قياس 180 درجة، إذن مستقيم L هو يوازي المستقيم M بعكس مبرهنة الزوايا الداخلية. صار واضح؟ هذا كل ما يخص بتدرب وحل التمرينات، الموضوع جدا سهل، وحلينا تمارين تأكد من فهمك وحل الأمثلة وكذلك هذه التمارين. وبالتوفيق إن شاء الله ومع السلامة.